أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بلدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير المال وصحف القليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحق التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر واجب وكل ما كان به من العجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطالب وهاشم عبد المناف ينتصر وربه أمينة الزهرية أرضعة عليمة السعدية مقوده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوعي أربعين وأمه قد جاوز ستين وأطلب عنه قواده فمنهم ثلاثة من ذكور تفهم لا عبد المطلب وداير إذا يلقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.